بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وانتم طيبين. في الترم الأول احنا اتكلمنا ان الفلسفة كان عندنا 4 موضوعات، اخدنا منهم موضوعين في الترم الأول اللي هو الموقف الفلسفي، والموضوع الثاني كان علاقة الفلسفة بالدين والعلم. ان شاء الله بإذن الله في الفصل الدراسي الثاني عندنا موضوعين اللي هو فلسفة الأخلاق مذهبها ومفهومها، والموضوع الرابع فلسفة السياسة ومفهومها والفرق بين فلسفة السياسة وبين علم السياسة ومذاهبها المختلفة. النهاردة ان شاء الله مع فلسفة الأخلاق هنبتدي نستعرض نشأة فلسفة الأخلاق سواء كانت في الشرق القديم أو في اليونان، وبعد كده إن شاء الله هنعرف إيه هو معنى كلمة الأخلاق، وبعدين معنى المذهب الأخلاقي، وإن شاء الله عندنا مذاهب فلسفية هنتكلم عنها باستفاضة إن شاء الله، اللي هو المذهب العقلي واللي هو مذهب المنفعة ومذهب الاجتماعيين الوضعيين ومذهب الضمير ومذهب الواجب، كل ده هناخده باستفاضة إن شاء الله. طيب في البداية هتكلم عن نشأة فلسفة الأخلاق. احنا متفقين ان في جدل حول نشأة فلسفة الأخلاق، يا ترى بترجع لحكماء الشرق القديم ولا بترجع لليونان؟ احنا خدنا في اولى ثانوي ان فلسفة الأخلاق بترجع لحكماء الشرق القديم، لان حكماء الشرق القديم كانت الفلسفة عندهم بتتسم بالطابع العملي والطابع الديني اللي هو المتمثل عندهم في الضمير، الأخلاق، خيرية الأفعال الإنسانية وشرها. طيب قال لي لكن الفكر اليوناني كان على النقيض من الحضارة الشرقية القديمة. قال لي فلسفة الأخلاق كفرع من فروع الفلسفة نشأت مع الحضارة اليونانية، ودايما بنسأل سؤال، امتى نشأت فلسفة الأخلاق عند اليونان وعلى يد مين؟ أي نشأت فلسفة الأخلاق ما بين القرن الرابع والخامس قبل الميلاد، نشأت على يد سقراط والسوفسطائيين، وكان التفكير عندهم تفكير نظري عكس الشرق القديم كان تفكيرهم تفكير عملي. طيب دايما بنسأل ليه دايما بنذكر كلمة سقراط على وجه الخصوص مع نشأة الفلسفة؟ ليه ما ذكرناش أي فيلسوف بالرغم إن كان في فلاسفة قبل سقراط؟ قال لي لأن الفلاسفة اللي كانت قبل سقراط كان كل اهتماماتهم بيغلب عليهم الطابع الكوني، كان كل اهتمامهم بالكون، نشأة الكون، أصل الكون، عن الظواهر الكونية. لكن سقراط دايما بنقول عليه الفيلسوف الذي أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض. يعني إيه المصطلح ده؟ أي المصطلح ده معناه إن سقراط ابتدى يعمل عملية تحويل للفلسفة، بدل ما كان تفكير الفلاسفة اللي قبل سقراط عن الظواهر الكونية، لا، سقراط ابتدى يبص لطبيعة الإنسان، وده خدناه في العصر اليوناني في الموقف الفلسفي لما قلنا الفلسفة مرآة الواقع. في العصر اليوناني كانت الفلسفة عندهم ايه؟ كان عندهم سقراط كان عنده مبدأ اعرف نفسك، لان كان كل مهمة سقراط ان يبتدي يدور لي على المشكلات الاخلاقية والمشكلات السياسية والمشكلات اللي بتواجه الانسان على وجه الخصوص. بعد سقراط ابتدت تتتابع المذاهب الاخلاقية، وكان اهتمام تلميذه افلاطون، وبعد افلاطون ظهر ارسطو بمذاهبه المختلفة، وبعدين هنخش باستفاضة للمذاهب الاخلاقية اللي انا كلمتكم عنها. بعد كده عندنا النهاردة بنتكلم على كلمة الأخلاق، وبنتساءل يعني إيه معنى كلمة الأخلاق؟ والأخلاق ليها معنى، لأن كلمة الأخلاق إحنا على طول بنقولها في حديثنا اليومي، على طول متكررة، الأخلاق، أنت أخلاقك مش مظبوطة، أنت أخلاقك كويسة. قال لي كلمة الأخلاق بتنحصر في 3 معاني أو في 3 مفاهيم. قال لي المعنى الأول بمعناه أسلوب أو طريقة معينة في الحياة. بالظبط كده، بمعنى أصح كأني بقول إن أخلاقي أخلاق فطرية أنا اتولدت بيها. مثال، لما باجي بسأل واحد أنت ليه عملت خير؟ أنت ليه بتعمل خير؟ أو لما باجي بلاقي واحد بينقذ طفل عربية هتخبطه بيجري عليه وبيخاف عليه وبيطبطب عليه، أقول له أنت عملت كده ليه؟ أو واحد شايل أمانة عند حد ومستنيه لما يرجع ويحافظ له على الأمانة بتاعته عشان يردها، واحد يرد عليا أنا عملت كده لأن حاجة من جوايا بتقول لي لازم أعمل كده، واحد تاني يقول لي أنا ديني بيقول لي لازم أعمل كده، واحد تاني يرد عليا يقول لي أنا معرفش أنا عملت كده ليه، بس أنا عملت كده عشان هو كده خير، يبقى هي كده معناها
معناها طريقة أو أسلوب معين في الحياة. عشان كده دايما الأخلاق الدينية بتسعى إنها تاخد كل القيم الأخلاقية اللي هو أسلوب حياتي، الصدق، الأمانة، التعاون، احترام الكبير، صلة الأرحام، بتحاول تاخد كل القيم الأخلاقية دي وتخليها أسلوب في حياة الناس. عشان كده دايما بنقول الدين هو المعاملة. طيب هنبص على المعنى التاني ونشوف المعنى التاني بيقول إيه. أي بالظبط بنفس المثال، اللي عمل الخير ده واللي رد الأمانة لصاحبها واللي أنقذ طفله بسرعة، لما أجي أقول له أنت ليه عملت كده يرد عليا أنا باباي علمني أعمل كده، أنا مدرستي بتقولي أعمل كده، أنا الميس وأنا صغير قالت لي خلي بالك الحاجة دي مش بتاعتك لازم ترد الأمانة لصاحبها. يبقى المعنى التاني معناه مجموعة معينة من القواعد والنصائح تربت عليه الأجيال الناشئة. هندخل على المعنى الثالث للأخلاق. بنحس ان المعنى الثالث هو جماع لي ما بين المعنى الاول وما بين المعنى الثاني. لما ارجع للمعنى الاول طريقة او اسلوب معين في الحياة، طب المعنى الثاني قواعد ونصائح تربت عليها الاجيال الناشئة. هنا في المعنى الثالث معناه ان كلمة الاخلاق بتبحث في طرق الحياة وقواعد السلوك. بحس ان المعنى الثالث هو المعنى الادق، بيكلمني عن الاخلاق كفرع من فروع الفلسفة، علم مهمته يدرس لي الفضائل والرذائل. واتفقنا ان كلمة فضائل اي حاجة كويسة وكلمة رذائل اي حاجة وحشة. ادرسهم دراسة ايه؟ دراسة عقلية بحتة بعقلي، لا هخلط الدين ولا هخلط القيم اللي انا اتربيت عليها. الحاكم هنا هو العقل. عشان كده عشان افرق ما بين المعنى الاول وما بين المعنى الثالث هو العقل وليس الدين. زي ما انا جيت قلت لك انا عندي 5 مذاهب ان شاء الله هنشرحهم مع بعض، عندي مذهب عقلي، هنا المذهب ده كان الحاكم ليه هو عقله، عندي مذهب المنفعة العامة كان الحاكم ليه هو اللذة أو الحاجة اللي أنا هستنفع بيها، عندي مذهب الاجتماعيين الوضعيين الحاكم للمذهب ده كان المجتمع هو اللي بيفرض علي قواعد من السلوك، عندي مذهب الضمير الحاكم للمذهب ده هو الضمير، عندي مذهب الواجب، الواجب هنا هو اللي حاكم للمذهب بتاعي. عشان كده بنيجي نسأل ايه هو معنى المذهب الاخلاقي. اي المذهب الاخلاقي معناه رؤية الفيلسوف لجوهر السلوك الاخلاقي. يبقى الفيلسوف هنا بيقول السلوك الاخلاقي بتاعه ازاي حسب رؤيته، حسب وجهة نظره اللي اتربى عليها. ان شاء الله المرة الجاية هندخل في اول مذهب معانا اللي هو مذهب العقل. اشوفكم على خير.